in 1 minute. السلام عليكم ورحمة الله. رح نحكي بهالبلايليست عن الكبد وأمراض الكبد بشكل عام. رح نحكي بهالفيديو عن مقدمة تشريحية وفيزيولوجية للكبد. بسم الله، رح نبلش هلأ بالموقع التشريحي للكبد. فالكبد يقع في المراق الأيمن، أي في الربع العلوي الأيمن للبطن، ويمتد جزء منه إلى المنطقة الشرسوفية مغطى بالقص. ننتقل الآن إلى التقسيم التشريحي للكبد، والذي يتألف من 4 فصوص: فص أيمن وفص أيسر والفص المذنب والفص المربع. وهناك تقسيم آخر للكبد ويسمى بالتقسيم الجراحي، بحيث يقسم الكبد جراحيا إلى 8 قطع كبدية، بحيث يأخذ الفص المذنب القطعة الكبدية رقم 1، والفص الأيمن يقسم إلى 4 قطع كبدية وأرقامها هي 5، 6، 7، و8، والفص الأيسر يقسم إلى 3 قطع كبدية وأرقامها هي 2، 3، 4. تتميز كل قطعة كبدية بتربيتها الدموية وقنيتها الصفراوية المنفصلة عن بقية القطع، ولهذا التقسيم أهمية جراحية كبيرة، لأننا نستطيع استئصال قطعة كبدية معينة بشكل منفصل عن باقي القطع الأخرى. وننتقل للموضوع الأخير بهالفيديو، وهو المتعلق بوظائف الكبد. يتم تنفيذ الوظائف المختلفة للكبد بواسطة الخلايا الكبدية، ويعتقد بأن الكبد مسؤول عن حوالي 500 وظيفة منفصلة في الجسم. هذا الشيء يكون بالاشتراك مع الأجهزة والأعضاء الأخرى. حتى وقتنا الحالي لا يوجد عضو أو جهاز اصطناعي قادر على أداء جميع وظائف الكبد. يمكن تقسيم وظائف الكبد الأساسية إلى مجموعات، وهي الوظيفة الهضمية، بحيث يلعب الكبد دورا أساسيا في هضم الطعام، إذ ينتج ويفرز الصفراء، وهي مادة ضرورية لهضم المواد الدسمة، كما تساعد العصارة الصفراوية على امتصاص الفيتامين ك من الغذاء. وظيفة تصنيعية، بحيث يلعب الكبد دورا أساسيا في استقلاب السكريات، البروتينات، الحموض الأمينية والدهون، ويقوم الكبد أيضا باصطناع وتخزين الجلايكوجين بواسطة عملية الجلايكوجينيزيز عندما يرتفع سكر الدم، ويتم تخزينه داخل الخلايا الكبدية لحين الحاجة له. كما يعتبر الكبد مسؤولا عن استحداث السكر، بحيث يقوم باصطناع الجلوكوز من الحموض الدهنية اللاكتيت والجليسرول، كما أنه مسؤول عن تركيب جزء كبير من بروتينات الجسم، بحيث أن أهم البروتينات المصنعة بالكبد هو الألبيومين، والذي له دور كبير في الحفاظ على التوازن داخل الأوعية وعدم حدوث الوزمات، بالإضافة لإنتاجه لعوامل التخثر وعامل النمو الشبيه بالأنسولين. وللكبد أيضا دور رئيسي في تحطيم أو تعديل المواد السامة، ومعظم الأدوية يتم استقلابها عن طريق الكبد، ثم تطرح هذه السموم عن طريق الصفراء أو البول. كما أن للكبد دور في تحطيم وتحويل الأمونيا إلى بولة، ومن ثم يتم إطراحها في البول. والسلام عليكم ورحمة الله.